جماعة جمعية أفاق للفن التصويري والفنون الشعبية من عمالة إقليم تاوناس دائرة قرية صبو محمد جماعة سيد العابد. أنا أول مشاركة في هذا المهرجان ديال عين شقف اللي كنقولوا التصويري ذا ديال الجيل الأصيل القديم. كنتبردوا كنقولوا ياوا 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 يا ناو يا ناو يا مولاي وتحيا الرايا تحيا العلام وتحيا يا خوتي يا طلاب الاسلام والله يرحم محمد الخميس وليرد علينا فرنسا بلا قرطاس بلا فتان وغير بارك تبارك مرحوم مولاي الحسن وناديني ناديني وناديني وانا اللي حيا الملك سديد وهي الكرام. خويا على هذا المهرجان هذا سنويا هادشي هائل زعما من ناحية التفاوريضة من ناحية الهيئة من ناحية أي سلطة قائمة من الوجود ديالها زعما هادشي كيفرح كلشي ناجح الدراري الصغار والكبار وهذا هو اللي كيعجبني فيه هو جاي من جميع الجهات الولاية ديال فاس حاضرين هنايا زعما هادشي كيشرف. كنفرحوا بهاد عيد العرس ديال كل عام وكنفرحوا بالذكرى ديال سيدنا الله ينصر سيدنا وينصر الشعب المغربي. انا جيت هنا باش نتفرج في مهرجان التبوريضه في عين شقف. شكرا. اذا تحيه للسي احمد. هذا المهرجان ديال التبوريضه ناشطين فيه كل عام كنجيو لهذا الموسم هذا كنزوروه داكشي زوين من النظام زوين السلطه زوينه الصندر زوينين الشعب المسيرين ديال هذا المهرجان زوين تبارك الله عليه. الجمهور عطانا الصحة ويحيى سيدنا الله ينصرو والله يدوم علينا هذا الموسم. عليكم بعدا وكنشكركم على هذا المهرجان كل عام كنديروه من اجل الذكرى ديال عيد العرش المجيد ومبادرة زوينة وكتقوموا بجميع الوسائل المهم لصحاب الفرصية شاكرينكم وكل شيء ناشط وبخير. الفرسان ديالك من جماعة حمرية حمرية الوادين تعقبي دريس. شكرا لكم وتنشكر الفارسة المغوارة التي الأطفال اللي كي عشق فن رياضة التيكواندو.